السيد المالكي لديه بعد نظر سياسي زين، وانا اعتقد باني قدرت احصر هالموضوع باكثر من اربع نقاط يرمي اليها السيد المالكي. الامر الاول، للسيد المالكي يريد ايجاد، السيد المالكي ايجاد مرحله سياسيه ساخنه، يعني ما تبقى الامور هادئه، الامور مستقره ثابته كذا، يريدها تصعد دائما، لان استقرار السياسي مو مصلحه الكتل السياسيه، دائما تريد لها فد موج صعود نزول صعود نزول، حتى تتعاطف يتعاطف المجتمع مع الصعود والنزول، يعني اذا تبقى الامور مستقره اذا ماكو كتل سياسيه عامله. ده الشيء المالكي يريد يولعها مثلا؟ لا لا مو يولعها، لا لا هو عامل ايجابي، نعتبره مو سلبي هذا الموضوع. زين. اثنين، هي رساله ايجابيه للسيد الصدر بان انا وياك بافكارنا متلاقحه تقريبا بهذه الفتره مثل ما نوه جناب الدكتور الان. زين. ثلاثه، رساله تحفيز للسيد السوداني بان يا سيد السوداني انت الان هنالك اراء تريد تعمل على ان يكون هنالك انتخابات مبكره، شد حزامك واشتغل حتى لا تكون هفوه او كسل او ركود في عمليتك السياسيه. زين. اربعه والاهم من عندها، هو جس نبض للكتل السياسيه التي ان كانت كرديه وان كانت سنيه وان كانت اطاريه. ايه.